الاستنتاج بيقول ان المسيحي ليس كتابة على ورق، يعني مش بطاقة او جواز سفر طبعا. او ولادة، يعني مش واحد اتولد لقى نفسي، لكنها معجزة. صح، لانه الشخص المسيحي لا يصنع نفس الخطية مرتين، مش بيخترع خطية جديدة كل مرة، لكن زي ما حضرتك قلت انه لما بيعمل خطية بيجي تاني مرة لو عملها هي بيقول انا اسف انا عملت غلط، بيقدر يواجه نفسه من أول مرة. لو هو النهاردة مؤمن حقيقي من أول مرة بيرفع إيده لو غلط. المسيحية الغفران. المسيحية ليست ديانة، هو ده السؤال. المسيحية ليست ديانة، المسيحية ليست عقيدة أؤمن بها وأكتبها في أوراق الرسمية أو رقم قومي. المسيحية أولا، الكلمة دي الأتباع المسيح الناس سموها مسيحيين، هم ما اسمهمش مسيحيين، يعني ما أقدرش أقول دولة مسيحية، يعني ما أقدرش أقول اسمهم تلاميذ المسيح. تلاميذ. ده الاسم الأكثر شيوعا، أو اسمهم مؤمنين، ده الاسم اللي موجود في الكتاب. الناس سموهم مسيحيين، دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا، الشعب من كتر ما بيقول المسيح 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 الناس سموه دول بتوع المسيح فسموهم مسيحيين. المسيحية في معناها الحقيقي هي علاقة وشركة مع الله، إن واحد تصالح مع ربنا وعايش مع ربنا بالمفهوم اللي شفناه في المسيح، فجعلنا إحنا أبناء لله، وده اللي بيقوله في يوحنا 1:12، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. فأنا بتحول من إنسان غريب عن ربنا إلى إبن. لما بقبل المسيح، لما بؤمن بالمسيح، وده في قضية الفداء هنشرحها، ها؟ بتحول إلى ابن لله، بتعامل مع ربنا إنه أبويا السماوي اللي بحبه وبحترمه، ولما بغلط ما بتكسفش اروح اقول له ايه غلط، صلحني فهمني عرفني ازاي اعملها صح، وما بتكسفش لما اغلط في حقك اني اروح اقول لك انا اسف سامحني قول لي اصلحها ازاي، ما عنديش مشكله خالص اني اقول انا غلطان، لاني الكبرياء راح، لان الاقنعه راحت، لاني مش مكسوف من نفسي، لاني عارف ان ربنا ابويا وفخور بالحكايه ديت. فليس المسيحي هو من بطاقته مسيحيا، المسيحي هو الذي قبل المسيح مخلصا له وتصالح مع الله ويعيش الحياة دي التي عاشها المسيح يسوع، هو ده المسيح.